في ألمانيا أيضا وهنا استنكار من وزارة الخارجية التركية، استنكرت اعتداء طال مقبرة للمسلمين في ألمانيا في مدينة إزلون غرب، وأضافت أن الاعتداء وقع عشية رأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن الاعتداء مؤشر جديد على العقلية المريضة المعادية للإسلام. أعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها في القبض على مرتكبي الاعتداء وتقديمهم إلى العدالة وإنزال العقوبة التي يستحقونها، وطالبت السلطات الألمانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا. يشار إلى أن مجهولين أقدموا على تحطيم شواهد قبور مسلمين وإلحاق الضرر بقبور المسلمين في مدينة إزلون، كما أعلنت الشرطة والمدعي العام أنه تم هدم حوالي 30 شاهد قبر وتلف عناصر زخرفية ونباتات في الجزء الإسلامي من المقبرة الرئيسية في المدينة. وقالوا إن الحادث ارتكب بين ظهر الجمعة وصباح السبت. وفي ذات الإطار أدان رئيس اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية ظافر سيراكايا في بيان على تويتر الهجوم، مشيرا إلى أن عام 2022 بدأ بتدنيس قبور للمسلمين. وقال في تغريدة: بدأنا عام 2020 بصورة أو بصور تجلب العار، هناك عقلية دنيئة تستهدف حتى القبور. أدعو الحكومة الألمانية وقوات إنفاذ القانون والقضاء والجمهور لاتخاذ موقف واضح ضد العنف والتمييز ضد المسلمين.